أثار النجم المغربي سعد المجرد أمس الأربعاء جدلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد نشره لرسالة للممثلة المصرية زينة تغزل فيها بجمالها. ونشر المجرد تهنئة خاصة بعيد ميلاد الممثلة المصرية زينة الذي وافق أمس الأربعاء عبر ستوري حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام، وشارك صورتها مع متابعيه وعلق عليها قائلة: سنة سعيدة أيتها الجميلة، على أنغام أغنيته المصرية عد الكلام. بدورها زينة قامت بإعادة نشر ستوري على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام، وكتبت تعليقا جاء فيه: صديقي العزيز للأبد، شكرا لك مع أفضل الأغنية للأبد. في سياق متصل، حرص النجم المغربي سعد المجرد على تقديم عبارات تهنئة للممثلة الشابة سلمى صلاح الدين بطلة المسلسل الدرامي سلامات أبو البنات بمناسبة عيد ميلادها الذي صادف يوم الخميس 4 فبراير. ونشر المجرد صورة لسلمى صلاح الدين عبر ستوري حسابه الشخصي على موقع انستغرام وعلق عليها قائلا: عيد ميلاد سعيد سلمى صلاح الدين. وفور قيامه بهذه الخطوة، حرص محب المجرد ومعجبو بطلة سلامات أبو البنات على إعادة مشاركة تهنئة عبر مختلف صفحات فان باج على الخاص بفنانهم المفضلين، مع مطالبتهم لهم بالتعاون في الأيام المقبلة والاشتغال على عمل مشترك. من جهة أخرى، كشف النجم المغربي سعد المجرد خلال حلوله ضيفا على برنامج انسايدر بالعربي حقيقة خلافه مع الفنان المصري محمد رمضان، وهو الخبر الذي تم تداوله على نطاق واسع عقب إلغاء حفله بمصر. ونفى المجرد وجود أي فتور في علاقته بمحمد رمضان الذي كان قد أدى رفقته سابقا ديو إنساي، واضعا بذلك حدا للتكهنات بضلوعه في إلغاء حفله بمصر كايروشو.